إنجاز علمي طبي مميز حققته طبيبة الكويتية دانا الحقان نتيجة تميزها في مجال تشخيص الحالات النادرة لمرض التشنج الطفلي وجهودها البحثية العلمية المبذولة في سبيل تطوير العلم ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية. فتحت هاشتاج دانا الحقان وبمشاعر الفخر والاعتزاز تداول المغردون أمس خبر حصول الطبيبة دانا الحقان كأول طبيبة في الشرق الأوسط على جائزة الأمل العالمية من المؤسسة الأمريكية لطب المخ والأعصاب للأطفال. المغردون أطلقوا عبارات التهاني للحقان مؤكدين أنها فخر للكويت وخير مثال للمرأة الكويتية، مشيدين بتميزها وجدارة استحقاقها للجائزة. المستشفى الأميري وعبر حسابهم الإلكتروني الرسمي في تويتر نشر تغريدات تضمنت عبارات التهاني لزميلتهم، إضافة إلى مقطع فيديو يظهر احتفال الأطباء بتلك المناسبة. وحول الموضوع قام فريق النشرة الإلكترونية باتصال هاتفي مع الدكتورة دانا الحقان أخصائية الأطفال في مستشفى الأميري والتي أفادت بالتالي: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، فقد تم ترشيحي من قبل المؤسسة الأمريكية لطب المخ والأعصاب للأطفال بالتعاون مع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لاستلام جائزة الأمل والأبطال العالمية لعام 2017 للمرض النادر التشنج الطفلي infantile spasm، واستلام هذه الجائزة إن شاء الله في ديسمبر في واشنطن. وأنا جدا جدا سعيدة بهذا التكريم كوني أول طبيبة كويتية من الشرق الأوسط تستلم هذه الجائزة، وبدوري أحب أهديها لوالدنا وقائدنا الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح وجميع الشعب الكويتي، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.